اهلا وسهلا بيكم معايا في تلت ساعه. والنهارده هنعمل مع بعض حاجات حلوه وجامده جدا وناس كتير 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 بتحبها. اول حاجه هنعمل مكرونه بالجبنه الريكفورد. جبنه الريكفورد من الاجبان اللي فيها كميه هنقول ايه، فيها كالسيوم عالي وفيها، وهي تعتبر من مضاد حيوي بسبب البكتيريا اللي موجودة فيها، وكمان تعمل ايه، بتحافظ على بس هي بتثبت نسبة النقرس لو حد عنده نقرس بسبب وجود الكالسيوم الكتير، وكمان بيعالج او بيحمي السنان من التسوس. طبعا البلو تشيز اسمها بلو تشيز او جرين تشيز او ريكفورد او ممكن بالعامية جبنة معفنة. وانا صح. احنا هنعمل بيها النهاردة اكلتين. طبعا الناس كلها هتتجنن اول ما قلتهم النهاردة هنعمل جبنة معفنة. جبنة معفنة. طيب كله بيعشق الجبنه المعفنه. انا تمام، حطيت ميه هنا. انا هبتدي الحاجتين مع بعض. هسوي السلطه. عندي فاصوليا خضراء وعندي بزله وعندي جزر، هسويهم على البخار. خلوني الاول بس اقطع الجزر كده. انا عايزه الجزر اقطع مقاسه صغير شويه كده. انا بقطعه صغير علشان عايزه اسويه، مش عايزه احط الجزر في السلطه دي ني. هسويه دلوقتي مع البزلة والفاصوليا كده. ادي الجزر. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا بحط الجزر تحت خالص. اما هكون هسلق كده الجزر يبقى تحت علشان بيحتاج وقت في السوى اطول كده. اخر حبة جزر. دلوقتي هحط البزلة عايزة الف بس البزلة داير ما يدور كده. طبعا انا حاطه ميه تحت حبه صغيرين، واللي جواه دي عباره عن مصفى بس حاطه فيها المكونات عشان تستوي على البخار كده. ادي تمام كده. اشيل الحاجات دي بس من هنا واغطي علشان البخار يسوي الاكل كله. تمام كده. انا محتاجه كمان هنا تغلي علشان اسقط المكرونه وابتدي اخلط الحاجه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي خليني كرفس. دلوقتي بقى نشتغل مع بعضينا. قطع كرفس السلطه دي حلوه قوي بالمكونات بتاعتها. ادي الكرفس كمان. اجيب بوله احط الكرفس كده.
استنى احط حبه زيتون وهخلي حبه تانيين ازين بيهم الوش. كده دلوقتي انا جبت الكبه وهنبتدي نحط فيها مكونات الصوص بتاعنا. اول حاجه هحط تلت كوبايه لبن رايب، وهجيب مثلث جبنه ريكفر. انا الجبنه بصوا هقطعها واحطها ايه حتت كده. انا عندي واحد من ولادي ما بيحبش الجبنه او مش هنقول ما بيحبهاش، عنده مشكله، واضح عنده مشكله جامده مع الجبنه. زي في عندنا ناس عندها فوبيا من المكرونه مثلا، وانا عمري ما سمعت عنه. هو للاسف ان الناس دي معانا هنا وهم سامعيننا. دلوقتي هحط نص ليمونه معصوره وملح وفلفل. ادي ملح وفلفل. على فكره انا البتاعه دي صحيح خلطه فيها ملح وفلفل على بعض. يا ريت لو تبصوا عليها. ايوه انا خلطه فيها ملح وفلفل مع بعض. ملح اكتر طبعا علشان الفلفل ما يبقاش بيحرق قوي. وهحط على الكلام ده نقطه زيت، حبه صغننين زيت زيتون، وكمان حبه خل، قد معلقه صغيره خل. خلوني كده ايه قبل ما اضرب، متهيألي ما مغليتش خل، تعليها على الاخر بصراحه. وبصوا شكله خرافه، بس انا لسه هسيبه شويه لان انا محتاجه الجزر اللي تحت هو اللي يستوي، هو ده اهم حاجه. فانا هغطيها تاني كده وخلوني اضرب الصوص. واو تجنن، في ناس قاعدة بتاكل في نفسها دلوقتي، تاكل في نفسها معنى الكلمة. أنا إيه، بصوا أنا هستكفي بكده لأني أنا مش عايزة الخضار يبقى مهري، أنا عايزة أبقى بيقرمش. هطفي النار، أنا مش محتاجة أخد الحلة، أنا هاخد حرفة. هروح اشطفهم دلوقتي علشان انا عايزاهم يبردوا واوقف سواهم في نفس الوقت. ايه رايكم؟ انا على فكره الاختراع ده لما لقيته في السوق انا اتبسطت جدا. تمام، هروح دلوقتي هنزل كل المكونات دي. ايوه هجيب معلقه صغيره، عايزه اقلب بس ده الاول، اطلع اللي تحت فوق واللي فوق ينزل تحت وكل المكونات تتخلط مع بعضها.
الحلو اللي فيهم ان هم استووا شوية بس لسه مقرمشين. انا دلوقتي هسقط، اخيرا المية غليت وهسقط المكرونة. قلب بس المكرونه دي تقليبه، اول ما تحطي المكرونه قلبيها وما تغطيهاش، لازم تسيب المكرونه عريانه. طبعا احنا سلقنا المكرونه في ايه، سلقنا المكرونه في ميه مغليه وزيت وملح. دلوقتي هحط الصوص اللي انا عملته. تمام كده نقلب الكلام ده مع بعض. وايه رايكم؟ انا هطلع دلوقتي فاصل وارجع ونكمل مع بعض المكرونه.